كمل المقطع اللي فات. جيب الجل عند رقبتك هذه كأنها مخدة عشان تثبت الركبة. هنوزعه كذا بهذي نثبت دينا. طيب حطينا مرة ثانية. شوف أول ما تتصل حيصير إيش؟ يولع اللمبة الزرقاء. شيل هيطفي هذا اللي السيفتي. نقعد نحرك هكذا لين ما انتهي الثاني. تعال عمودية وبحركة دائرية. الوقت كم؟